الإرهابي، مؤكداً أن تمدد المتطرفين في دول البلقان يشكل تهديداً مباشراً على أوروبا برمتها. مؤكداً أن تمدد المتطرفين في دول البلقان يشكل تهديداً مباشراً على أوروبا برمتها. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية ساعاتنا الإخبارية، ولم يبقى إلا التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس الأسد يزور قاعدة حميميم الجوية ويتفقد عدداً من حاملات الجنود والطائرات الروسية. وحدات الجيش في دير الزور تخوض اشتباكات عنيفة مع إرهابي داعش وتحبط محاولاتهم التسلل إلى نقاطها. موسكو ترفض التهديدات الأمريكية لسوريا على خلفية مزاعم باستخدام الأسلحة الكيميائية. القوات العراقية تحرر جامع الزيواني بالجانب الأيمن لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وكان في ساعة أيضا احتجاجات متواصلة في المغرب طيلة أيام عيد الفطر السعيد. إلى اللقاء.
مكان لأجهزة جوجل هوم الذكية دعم عدد متنوع من المستخدمين على نفس الجهاز، حيث تتيح الميزة الجديدة التعرف على الصوت والتمييز بين ما يصل إلى 6 أصوات مختلفة يتم ربط حساباتهم في حساب واحد على التطبيق. الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين المختلفين الحصول على خدمات جوجل هوم وفقاً لمتطلبات كل فرد على حدة، حيث يقوم الجهاز بمقارنة صوت المستخدم مع الأصوات التي حللها قبل ذلك والتأكد إذا كان هو نفس الشخص المتحدث المرتبط حسابه بها أم لا. يذكر أن جوجل هوم هو جهاز ذكي يعتمد على خوارزميات تم تطويرها من قبل جوجل لمعالجة الأصوات، ويعمل الجهاز بنظام صوتي يستخدم 3 سماعات، ويتم شحنه عن طريق AC Adapter أو يمكن شحنه ببساطة عن طريق كابل USB. VTOL سيارة طائرة صغيرة قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي. الطائرة الجديدة تحوي مقعدين ويمكنها الطيران لمسافة 300 كيلومتر بشحنة واحدة بسرعة 300 كيلومتر في الساعة أيضاً، وذلك بفضل وجود 36 محركاً نفاثاً بها. من المنتظر بعد أن اجتازت الشركة اختباراتها الخاصة بألوان الطيران، فإنها تخطط الآن لبناء طائرة مكونة من 5 مقاعد لخدمات سيارات الأجرة والركوب عند الطلب. أصبح بإمكان الزبائن الذين سيطلبون الطعام استخدام تطبيق Eat24 من الاشتراك في استلام طعامهم عن طريق الروبوتات، حيث يتلقى طالب الطعام رسالة نصية داخلها كود يمكنه من فتح الروبوت والاستمتاع بوجبات الطعام. الروبوت مخصص لتوصيل الطلبات صغيرة الحجم المنتشرة في العديد من القطاعات بما في ذلك البقالة والوجبات والأدوية. ولكن هناك بعض العيوب التي لا تزال في الروبوت الجديد، فهو لا يمكنه صعود السلالم أو مواجهة بعض المواقف المختلفة في الطريق، كما ولا يزال يعمل بشكل محدود في حي أو 2 فقط.
المشروع الوطني للإصلاح الإداري. حط إيده على الوجع. إن لم يخرج الفاسد لن يكون لهالبلد مستقبل. نقطة من أول السطر. سوريا أم الكل، سوريا للكل. الفساد ممنوع، الرشوة ممنوعة، الإساءة للبلد ممنوعة. اللي بده البلد بيحترم البلد، بيكون مخلص للبلد، بيكون صادق مع البلد، أهلا وسهلا. يلي ما بده يحترم البلد وما بده يكون صادق مع المواطن، مع الأرض، مع التراب، مع الشهداء، مع ذوي الشهداء، مع الجيش، مع قائد الجيش، مع سيادة الرئيس، الله معه. دولة عصرية لجميع أبنائها. الحدث يأتيكم في الأوقات التالية. المخدرات تضعف الوطن وتفكك المجتمع، ومحاربتها مسؤولية الجميع.
تؤكد أن ردها هو المزيد من التصميم على مواصلة واجبها الوطني في الدفاع عن الشعب السوري وسحق الإرهاب أينما وجد، وإعادة الأمن والأمان إلى كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. الدولة وفرت مراكز علاج للمدمنين على المخدرات في مشفى ابن رشد في دمشق ومشفى ابن خلدون بحلب ضمن استراتيجية معالجة سرية ومجانية.
المخدرات دمار للفرد والأسرة والمجتمع. يسعد صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. كل يوم بنطلع عليكم من قلب عاصمة الحياة دمشق مع مجموعة من الأخبار والضيوف، بنحاول من خلالها نسلط الضوء على مواضيع بتهمكن. وأكيد صباحنا ما بيكمل إلا بتحية لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري. وكمان بدي صبح على زميلتي سلمى، أقول لك يسعد صباحك. يسعد صباحك نور، وينعاد عليك يا رب الخير. يمكن على الهواء ما طلعنا سوا بالعيد، بس هي أول يوم بشفتك. طبعا كل أيام العيد باعتبار نحن ما بنعطل نحن ما بنعطل. يسعد صباحك، كيف كانت العطلة؟
بالعمل. بس كمان بدنا نذكر انه رجال الجيش العربي السوري كمان بالعيد هن عم يسهروا على راحتنا وكمان ما بيعطلوا، فبدنا نوجه لهم دائما تحيه. اكيد تحيتنا دائما الاولى والاخيره لحراس وصناع الامان ابطال الجيش العربي السوري. مشاهدينا محطاتنا رجعت معكم مثل العاده يوميا الساعه 9 صباحا، بنلتقي ببرنامج صباحنا غير ومواضيع مختلفه ومتنوعه راح نفصلها اكثر ولكن بعد الفاصل. سلمى، مثل العادة أولى محطاتنا لليوم مع مجموعة من الأخبار المنوعة، والبداية حول دراسة علمية أكد من خلال الباحثون أن بكتيريا البرك والمستنقعات تساعد على شفاء من أمراض القلب. وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد إجراء تجربة على مجموعة من الفئران، حيث حقنت هذه الفئران بالبكتيريا في قلوبها والتي تعاني من أمراض القلب، وتم تعريض عدد منها للتمثيل الضوئي وبقي الآخرون في الظلام. سلمى، وجد الباحثون أن الفئران المعرضة للضوء بعد حقنها بالبكتيريا أظهرت مستويات أكبر من الأكسجين في قلوبها التي أدت وظائفها بشكل أفضل، على اعتبار أن هذه البكتيريا تستخدم الضوء لإنتاج الأكسجين عن طريق التمثيل الضوئي. نور، رح اروح لخبرنا التالي لليوم مع عالم الباندا، حيث رحبت برلين بدبين من الباندا قديمة من الصين لينضم الى عائله حديقه الحيوانات في مدينه برلين. ووقعت المانيا اتفاقيه مع الصين بدفع $1 مليون سنويا على مدى 15 عام لاستضافتهم، بالاضافه الى دعم برنامج تربيه الباندا الصيني. خلونا نتابع الفيديو مع بعض. سلمى، يمكن الباندا بنحسه من ألطف الحيوانات. أكيد نور، وهو يمكن الدب المحبب لكل الأطفال، فبنشوف الدب اللي ما بيخوف وبنشوف لعب الأطفال كتير بيكون على شكل الباندا لأنه بيحسوا أنه هو هيك قريب للقلب. أكيد سلمى، خلينا ننتقل لخبرنا التالي لليوم مع افتتاح أول متجر لخدمات تطبيق لاين للتراسل الفوري في تايلاند بالمنطقة التجارية في العاصمة بانكوك. ومن المتوقع أن تستقبل المنطقة الترفيهية المؤلفة من 3 طوابق 12 مليون سائح سنويا. ويعرف تطبيق لاين للتراسل الفوري بقائمة طويلة من الشخصيات ذات الرموز التعبيرية، على اعتبار أن تايلاند تحمل المرتبة الثانية بعد اليابان بالنسبة لعدد تطبيق التراسل الفوري، من خلال 94% من المستخدمين الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت في البلاد. نور، بعد هاي الجولة من الأخبار المنوعة هنروح لمعلومات شوي غريبة يمكن بتمر بحياتنا بنجهلها، وخلينا نتذكرها سوا بتقرير هل تعلم لزميلتنا أريش فرزلي. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات بنجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن وجود أطفال في السيارة يسبب تشتيت تركيز السائق 12 مرة أكثر من استخدام الجوال أثناء القيادة؟ وهل تعلم أن الزرافة لا تنام سوى 20 دقيقة إلى ساعتين فقط في اليوم، ما يجعلها أقصر فترة نوم لدى الثدييات؟ وهل تعلم أيضاً أنه في التاريخ الحديث حلب تعتبر ثاني أكثر مدينة دمرت بعد هيروشيما اليابانية؟ وهل تعلم بقاعدة اسمها 20-20-20؟ هذه القاعدة هي أنك إذا حدقت في شاشة لـ20 دقيقة
فعليك النظر على أي مكان يبعد 20 قدم لعشرين ثانية حتى لا يتضرر بصرك. سلمى، شو أكثر خبر لفتك بهل تعلم؟ اللي كنا عم نحكي عنه تحت الهواء عن الزرافة. معقول ما بتنام غير 20 دقيقة لساعتين؟ يمكن مطولة. من طولة ما بيلحق يوصل للنوم يعني على طول ولا شو القصة؟ ما بعرف. خلينا هلا ننتقل لمادتنا التالية. فبكل يوم حدث جديد بيتسجل بذاكرتنا وبيترك بصمته، ممكن تشكل فاصل التحول بحياتنا. فشو الأحداث يلي تركت بصمتها بمثل هاليوم؟ خلونا نتابع بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1919 التوقيع على معاهدة فيرساي في فرنسا، وتعد هذه المعاهدة النهائية الرسمية للحرب العالمية الأولى. وفي عام 1960 كوبا تؤمم مصافي تكرير النفط الأمريكي الموجودة على أراضيها. وفي عام 1997 الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه هولفيلد، وذلك عندما قام بقدم جزء من أذنه أثناء سير المباراة. وفي عام 2009 منتخب البرازيل يفوز على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1712 جان جاك روسو، فيلسوف سويسري. وفي عام 1940 محمد يونس، اقتصادي بنغالي، حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2006. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2001 إدلر، معلم وفيلسوف ومؤلف أمريكي. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. إن ضعف الإنسان هو الذي يجعله اجتماعياً، وعناصر الشقاء المشتركة بيننا هي التي تدفع قلوبنا إلى الإنسانية. فما كنا لنحس أننا مدينون للإنسانية بشيء لو لم نكن بشراً. هذه المقولات قال الفيلسوف جان جاك روسو اللي بيصادف مثل اليوم تاريخ ميلاده. محطات من حياته بالتقرير التالي. جان جاك روسو كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات، ولد من حزيران في عام 1712. يعد من أهم كتاب عصر التنوير، وهي فترة من التاريخ الأوروبي امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين. ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الأحداث السياسية التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية، حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة. في عام 1728 هرب روسو من جنيف، وبدأ حياة من الضياع ومن التجربة والفشل في أعمال كثيرة كانت الموسيقى تستهويه دوماً، وظل لسنوات متردداً بين احتراف الكتابة أو الموسيقى. في عام 1741 كان روسو في باريس يجري وراء الشهرة والثروة، وقد سعى إلى احتراف الموسيقى، وكان أمله يكمن في وضع نظام جديد للعلامات والرموز الموسيقية قد كان ابتكرها، وقدم المشروع إلى أكاديمية العلوم، ولكنه أثار قدراً ضئيلاً من الاهتمام. في باريس اتصل روسو بالفلاسفة، وهي جماعة من مشاهير الكتاب وفلاسفة العصر، وحصل على التشجيع المادي، وخدم روسو أميناً للسفير الفرنسي في البندقية خلال عامي 1743 وعام 1744. كانت نقطة التحول في حياة روسو في عام 1749 حين قرأ عن مسابقة تكلفت برعايتها أكاديمية جون جون، التي عرضت جائزة مالية لأحسن مقال عن موضوع هل إحياء النشاط في العلوم والفنون سيؤدي إلى الإسهام في تطهير السلوك الأخلاقي، وقرر أن يمضي فيما بقي من حياته في بيان الاتجاهات الجديدة للتنمية الاجتماعية.
قدم روسو مقالة إلى الأكاديمية تحت عنوان بحث علمي في العلوم والفنون في عام 1750. تتسم آخر أعمال روسو بالإحساس بالذنب بلغة العواطف، وهي تعكس محاولته للتغلب على إحساس عميق بالنقص والاكتشاف هويته في عالم كان يبدو رافضاً له. كتب روسو كتاباً رئيسياً في التربية إيميل أو عن التربية على هيئة قصة طفل، انتشرت على طريقة روسو في تربية النشء سريعاً في مختلف الدول الأوروبية، وهي تعتبر حتى يومنا هذا الطريقة الأساسية لطرق التعليم الحديثة. قام روسو بانتقاد المجتمع في رسائل عديدة ومهد لقيم الرومانسية، وهي حركة سيطرت على الفنون في الفترة من أواخر القرن 18 إلى منتصف القرن 19. فلقد ضرب روسو سواء في كتاباته أو في حياته الشخصية المثل على روح الرومانسية من خلال تغليبه المشاعر والعواطف على العقل والتفكير والنزوة والعفوية على الانضباط الذاتي. توفي جان جاك روسو في 2 تموز في عام 1778. أما هلأ سلمى وصلنا لمساحتنا الطبية، ورح نحكي اليوم عن خشونة المفاصل اللي عم يعاني منها عدد كبير من المرضى في المنطقة العربية، وتعود أسبابها لقلة الحركة والرياضة أو زيادة الوزن وإصابات مختلفة وغيرها من الأسباب. أكيد نور، لما بيكون الألم شديد وبيفشل العلاج بتخطي خشونة الركبة بالتحكم بهي الخشونة مع وجود علامات الخشونة المتقدمة بهي الحالة، يصبح التدخل الجراحي هو الحل الأمثل. هالموضوع رح نسلط الضوء عليه مع ضيفنا الدكتور جهاد غستاني، أخصائي بالجراحة العظمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. خلينا أول شيء نحكي عن مرض خشونة المفاصل، ومثل ما ذكرنا بالمقدمة أهم أسبابه هي قلة الحركة. يمكن بسبب التطور العصر اللي وصلنا له بتلاقي العالم قلة الحركة، كل شيء بيوصل لعندك عن طريق الانترنت. هلا بصراحة نحن بلدنا أكثر شيء عم نلاقي إنه في تنكس مفصل ركبة بدرجات أدمية. خلال عملي أنا بألمانيا بماليزيا كنا نبدل مفاصل ركبة بأعمار 60-70 سنة. بسوريا بدول الشرق عم نتفاجأ بأعمار أصغر، بأعمار 50 سنة عم نضطر نعمل تبديل مفصل ركبة. السبب الأساسي لتنكس مفصل الركبة هو العمر أو جهد متكرر على المفصل، تآكل سطوح مفصلية. السبب الأساسي له التقدم بالعمر، وتكون عندنا الهدم سطوح مفصلية أكثر من البناء. هذا الشيء مو موجود، يمكن رتم الحياة غير الصحي اللي موجود بلدنا، الأرضية، أنواع الأحذية، الصحة، الوزن الزايد، ما في رياضة لطيفة على المفصل. اختلفت الأسباب عن قبل؟ يعني عم تقول دكتور أنه قبل كان بسبب المجهود، هلأ عم نحس أنه لا، قلة الحركة. هلأ قلة الحركة نفس الوقت مع رتم الحياة غير الصحي، الغذاء غير الصحي، نوع الحذاء غير الصحي، أرضية البيوت عندنا أرضية بلاط أو رخام، او يعني ارضيه صلاه مو صحيه كمان. شلون ما في سباحه، ما في رياضه لطيفه تغذي المفصل الركبه. المفصل بيتغذى بالحركه من دون جهد، ويتاذى بالجهد بصير تاكل سطوح مفصليه. هلا بصراحه بتوصل تاكل كل السطوح الغضروفيه بتوصل لتنكس خشونه درجه رابعه، مضطر وقتا نعمل تبديل مفصل ركبه. طيب دكتور، هون كان بدي اسالك، يعني عاده الحالات اللي عم تيجي تراجعك، هل هي في حالات عم تيجي يعني قبل بحاجتها لتكون بحاجه للعمل الجراحي، ولا مثل ما قلت كلهم عم يوصلوا لمرحله بحاجه فورا انه يكون جراحيا؟ هل في مثلا اعراض معينه الشخص ممكن الطبيعي يحس انه هذا الالم ما هو ألم طبيعي وصار بحاجة لمراجعة الدكتور، ما بيكفي أخذ له مسكن، بحاجة لمعاينة؟ طبعاً هو الألم هو مش الأساسي تنكس مفصل الركبة. الألم قديش نسأل المريض قديش في يمشي مسافة بدون ألم؟ يعني الشخص ما بيحس بألم. بداية التنكس هو الألم، وتكون تعرض سطوح مفصلية، الألم هو المشعر الأساسي إنه في مشكلة بمفصل الركبة. هلا مشكلة بلدنا بصراحة بيجينا كتير مرضى عنده تمزق غضاريف، ما بيراجعوا المراحل الاولى للمسكنات، بياخذوا مسكنات. الاول اعراض تمزق غضروف هو ازعاج اخر الفرد واخر الثاني، بحالات متقدمه بصير انعقاد.
وهذا التمزق من أهمله فترات طويلة بيخرب سطوح مفصلية. هذا التخرب بيؤدي بيأهب إنه يتنكس مفصل ركبة بأعمار صغيرة. ودكتور هاي نقطة مهمة عم تحكي عنها، تجاهل يمكن الإصابة أو تجاهل الألم بشكل يعني خطأ شائع عند الجميع، لما نقول مثلا في ألم بسيط إن كان بالركبة أو المفاصل انه بنغض النظر عنه، لتلاقي لها بتوصل لمرحله متطوره لازم يتدخل الدكتور او عمل جراحي. قديش مهم فعلا مراجعه الطبيب، ومعلش باعمار مبكره، بما انه نحن عم نقول انه هيدا المرض كان يصاب فيه بالستينات والسبعينات، اليوم عم نتفاجئ بالاربعين والخمسين. مراجعه الدكتور بشكل دوري قديش مهم لو انت حتى ما عم تحس باعراض او الام بسيطه. طبعا ضروري الفحص الطبي عند طبيب جراحه مفاصل، ضروري كثير مريض بحس بالام مفاصل. طبعا في اسباب ثانيه، امراض رسوبيه، كسور ضمص المفصليه بتاهب التنكس المفاصل، بس السبب الاساسي هو انه تقدم بالعمر، يعني هذا فهي احتمال بالمرحله الاولى رتم الحياه اذا غيرناه، رياضه لطيفه، نوع الحذاء حتى اذا غيرناه بياخرنا تنكس المفصل. بس مراحل متقدمة في الحل الوحيد بيكون اختلاف نمط الحياة أو المناخ كمان بيلعب دور. هلا نوع القاعدة العربية احنا لعنا بتأهب انه يتنكس مفصل الضغط الفخذي السطح السفلي، هذا مو موجود بأوروبا مثلا. ماليزيا في عندهم هذا الشيء، كان بيعدوا قاعدة مثل القاعدة العربية، يعني يقال انه القاعدة العربية هي قاعدة صحية. هلا هذا في حال كان يمكن نمط الحياه كله متكامل مع بعضه. هي مو القاعده نفسها، الامه والقاعده نفسها بتاكل السطح السفلي للضاغصه. طبعا وقت تكون عدم توازن عضلي وضعف العضلات كمان بيأهب هذا الشيء. طيب دكتور خلينا هون نحكي لاي درجه يمكن المفصل تركيب مفصل ممكن يحل محل المفصل الطبيعي؟ هلا المفاصل تطورت مع الايام هلا، وكل يوم يطلع شيء جديد. العمر افتراضي للمفصل، اي مفصل، هو بين 7 إلى 15 سنة. نحن بنحاول قد ما نقدر ناخر تبديل المفصل الا اذا كان في عندنا تنكس شديد. هو بصراحه الالم مشعر، اذا الم حتى على الراحه المريض ما في يمشي 5 دقائق، فالحل المثالي والجذري هو تبديل المفصل. تبديل المفصل هي عمليه جدا بسيطه اذا اجت بظروف جيده بايد خبيره، يعني استاذي بالمانيا كان لي المانكي هو القرد هو بيقدر يبدل المفصل، مع انه بدل هو 2000 مفصل، بس المفصل هو اذا ما كنا بظروف تعقيم غرفه عمليات معقمه بشكل جيد، اذا ما كان بايد خبيره يعني مدة بقاء المفصل بيكون قليل. هلا بصراحه نحن هلا عم نلاقي عم يجينا كثير مرضى عندهم مركبين مفاصل بعد 5 سنين عم نضطر نعمل لهم ريفيجن، يعني تبديل مفصل ركبه. وهي فترة زمنية قصيرة، يعني نحن عم نقول قديش فعليا المفصل الاصطناعي يكون بديل عن المفصل الطبيعي وقديش بياخذ وقت. يعني نحن قد ما حاولنا يمكن يكون هو بديل الطبيعي ما بيقدر يحقق جميع المواصفات الكاملة، بس فعليا في انواع للمفاصل، يعني فينا نقول قديش فعليا قادر هو يكون بديل يعطيك نتيجة قريبة عن المفصل الطبيعي. هلا تقريبا 80-90% من مدى الحركة حيكون يعوضني اياه المفصل، بس بيختلف حسب العمر. بالاعمار الكبيره احنا ما بهمنا المدى الحركي، بهمنا ثبات المفصل، لانه بيكون الكواليتي نوعيه العظم هشه، هشاشه العظام، فبيأثر هذا على ثباتيه المفصل الركبه. بالاعمار الصغيره بهمنا المدى الحركي يكون اكبر، فهو كل مريض لازم ننقي له المفصل اللي بيناسبه، ومو شرط يكون سعر المفصل غالي معناتها منيح للمريض. كل مفصل لازم المفصل كل مريض له مفصله خاص فيه. هلا برا بصراحه هلا عم يسوش طريقه نافيجيشن، بيعملوا صوره ثلاثيه الابعاد لمفصل الركبه، بنبعثهم ديزاين تبعهم للمعمل المعمل اللي بدي المفاصل، بيعطينا مثل ادوات القطع تبعنا، بيصممنا المفصل الخاص بهذا المريض. مبدا الطريقه انه نحن نحافظ قد ما نقدر على العظم، وناخذ بس السطوح الغضروفيه متاكله عشان نقدر نحافظ على ثباتيه المفصل. طبعا كثير ضروري بالمفاصل بيلعب دور ثباتيه قوه العضلات، فعدم الحركه نحن كثير بننصح انه يكون في رياضه لطيفه، في برنامج علاج فيزي تاهيلي بعد العمليه. بالعاده نحن نبدل المفاصل نفس اليوم، بيمشي المريض بيمشي اول فتره على ووكر، بعد اسبوعين شهر طبعا حيضل في عرج خفيف عشان اكون صريح معك، بس بيرجع لحياته الطبيعيه، بيختفي الالم تقريبا 90%.
طيب دكتور، خلينا نحكي شوي، يمكن كل عمل جراحي بشكل عام له إيجابيات وله سلبيات، هل تركيب المفاصل أو تغيير المفاصل شو السلبيات يمكن اللي ممكن يعاني منها الشخص، لحتى نحكي شوي عن هاي التفاصيل كمان؟ هلا احنا أخطر شيء بتبديل المفاصل الالتهابات الانفكشن، فلازم نكون احنا قبل ما نبدل، ما في عملية تبديل مفصل إسعافية حتى قصور عنق الفخذ، فلازم نعمل فحوصات تحاليل كاملة مرحلة تهيئ مريض. أيوة لازم نعمل مثلا إذا كان في تبديل مفصل ركبة لازم نعمل إيكو دوبلر للشرايين، ننفي إنه في التهابات خصلي أو في جلطات لا سمح الله. يفضل نعمل كثافة عظمية عشان نشوف الكواليتي تبع العظم، عشان الكثافة العظمية عند النساء بتكون بهي السن أصلا متدهورة بسن الأربعين، فكيف مع تنكس العظم كثافته؟ إذا كان العظم مو جيد الكواليتي بالمفصل بيصير وهط فيه بيصير، فكتير ضروري نقي نوع المفصل، بدنا مفصل اسمنتي ولا مفصل لا اسمنتي. المفصل الاسمنتي لازم يكون العظم كواليتي نوعيه العظم جيده. شو الفرق بيناتهم؟ الاسمنتي بيعطي اعمار اكبر الكبيره عشان نحط الاسمنت حوالي المفصل يعطي ثباتيه للمفصل. اسمنت طبي، اسمنت معجون تماسين، اسمنت طبي خاص بالمفاصل بنحطه حوالين المفصل عشان يعطي ثباتيه محل في العظم ضعيف. الاعمار الصغيره عشان مدى الحركه الاكبر من المفاصل لا اسمنتيه في مدى حركه بيكون اكبر فيها. هلا بصراحه كل يوم عم يطلع شيء جديد، هلا في شيء جديد هلا عم نسويه نحن، بلشنا فيه ان شاء الله تبديل المفاصل باستعمال الكمبيوتر النافيجيشن. في جهاز مثل جهاز ملاحه، هي عم تاخذ وقت معنا اطول بصراحه 3 ساعات، تبديل المفصل العادي عم ياخذ وقت ساعه ونص تقريبا. على النافيجيشن في مثل حساسات بنحطهم بالفخذ وبالزنبوب فهو بيعطينا صوت وضوء انه كيف نقطع كيف نشتغل مثل بوجهنا يعني تبديل المفاصل، فبيعطي دقه اكثر بالمفصل. اهم شيء بتبديل المفصل هو انه نحط المفصل بالوضعيه المضبوطه عشان المحور تبع محور المفصل ما يكون فيه متخلخل عشان ما يصير تخلخل على المدى البعيد، لازم يكون دقيق يعني. طبعا اساس هدول اساس شغلنا هو الدقه طبعا، ونحافظ على ثباتيه الاربطه اللي حوالين المفصل الركبه، الرباط الجانبي الانسي والوحشي، فكتير قوة العضلات لازم تكون جيدة. طيب دكتور، مشان ما نوصل لهي المرحلة لتبديل المفصل، خلينا بالختام نعطي نصائح عامة للمشاهدين ليحافظوا يمكن على طبيعة مفاصلهم، إن كان من خلال الحركة أو الرياضة، وخصوصا النساء إذا بدنا نوجه كمان مجموعة من النصائح، لأنه هن بسبب طبيعة عملهم أو الكعب العالي أو ربة المنزل بتشتغل كمان زيادة عن الرجل، فبتحس فعلا أمهاتنا اليوم بحاجة لنوع من الراحه. مجموعه من النصائح فينا نقدم لهم اياهم. هلا نحن كثير بننصح مثلا انه المريض مثلا عنده شغله مكتبي قاعد ساعه يتمشى 5 دقائق، القعده فتره طويله بتاذي المفصل، بتنشف يمكن السوائل، بتنشف السوائل، بصير السائل ما يتوزع كوستروح مفصليه كلياتها. كثير ضروري مثلا الواحد وقوف فتره طويله والجهد مستمر مشي مسافه طويله، ما بنصح المريض يمشي 3 ساعات، بس ننصحه كل ساعه يمشي 5 دقائق. كثير بننصح بالحركات اللطيفه مثل السباحه، لانه بتكون المي عم تحمل وزن الجسم وعم يقوي العضلات بشكل لطيف تدريجي. نوع الحذاء كثير ضروري، نوع الحذاء بياثر على طبعا بنصح السيدات اذا كان بيلبسوا كعب عالي ما يقيموا دوري كمان، لازم بشكل تدريجي نقلل الكعب، لانه اذا بكون محور الطرف بيختلف. اذا لرباط المنازل شو بدنا نوجه لهم نصائح للي يعني اهم شيء رتم الحياه، الغذاء الصحي كثير ضروري بموضوع هذا، الوقفه الطويله نجنب الجهد المتكرر على المفصل نفسه. نوع الحذاء حتى بنصح بالبيت، مشكله بيوتنا ارضيتها قاسيه، هلا برا هذا بالمانيا ماليزيا بنلاقي ارضيه خشب حتى يعني، فبصير كل ما كان ارضيه قاسيه كل ما بصير استهلاك بالمفصل اكثر. اكيد. بالختام نشكر وجودك معنا دكتور جهاد داغستاني الاخصائي بالجراحه العظميه، شكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم. شكرا كثير، نشكرك دكتور على وجودك معنا، ومثل النصائح اللي قدمتها للمشاهدين جسمنا له علينا حق فلازم نحافظ عليه، شكرا كثير لك. شكرا لكم. اما هلا مشاهدينا بننتقل للماده التاليه، فقد عاشت المحافظات السوريه في الايام الثلاثه الماضيه اجواء عيد الفطر المبارك رغم جميع الظروف التي مرت على بلدنا الحبيب سوريا. كاميرا الاخباريه السوريه رصدت اجواء في محافظه السويداء، خلونا نتابعها بالتقرير التالي مع شام حمدان. كباقي المحافظات السورية تعيش محافظة السويداء أجواء عيد الفطر السعيد رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها وطننا الحبيب، فالأمل والإرادة السلاح الأقوى في وجه الإرهاب، ويتميز هذا العيد عن غيره من السنوات بعودة الأمن والأمان تدريجياً
إلى البلاد بفضل الانتصارات المتتالية لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري. الله ينصر الجيش ويحميه كيف ما توجه، إن شاء الله نرجع لبيوتنا. كل عام بخير، كل سنة سالمين يا رب، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية على جميع السوريين وعلى جميع الطوائف السورية. الله يفرج علينا وعلى سوريا كله، الله يخلينا الجيش العربي السوري كله. نعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة، من عيد على السوريين كلياتهم، وهذا أحلى عيد. إن شاء الله العيد الجاي بيكون عيد النصر بهمة الجيش العربي السوري الغالي، الله يحميه ويرد عنه يا رب، يرد عنه كل أذى. إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة، تنعاد على أطفال سوريا بخير، كل عام أنتم بخير، تنعاد على سوريا بالخير. كل سنة سالمين، حلو العيد هون كتير. جميع أمنيات أبناء السويداء كما أمنيات باقي السوريين أن يعم الأمن والأمان على كامل ربوع سوريا، وأن يكون هذا العيد عيد خير وبركة وخلاص لسوريا من محنتها، وأن يحمي الله رجال الجيش العربي السوري صناع النصر. نور، أما هلأ صار الوقت لنروح بجولة على أبرز الأخبار الثقافية، وخبرنا الأول من حلب حيث أقامت جمعية شباب الصمود والتصدي فعالية بعنوان صناع النصر صناع الفرح، وذلك ضمن حديقة منطقة الصاخور ضمن الأحياء الشرقية لحلب. تفاصيل أوفى مع مراسل الأخبارية وليد هناي. تحت عنوان صناع النصر صناع الفرح، أقام تجمع شباب الصمود والتصدي فعالية في حديقة منطقة الصاخور ضمن الأحياء الشرقية لحلب ثاني أيام عيد الفطر السعيد. اليوم عاملين عمل اسمه صناع الفرح، صناع الفرح هن كل حدا صنع نصر لحلب هو اليوم عم يصنع فرح لأهالي مدينة حلب، وأولا الجيش العربي السوري أبطالنا بتضحياتهم الكبيرة اللي قدموها لحتى قدروا يرجعوا أهلنا بهي الأحياء الشرقية لمدينة حلب. الفعالية كانت رسالة لكل العالم بأن الجيش العربي السوري مستمر في محاربة التنظيمات الإرهابية المسلحة حتى دحر آخر إرهابي على أرض الوطن، ورسم الفرح على وجوه أهالي منطقة حي الصخور بعد خلاصهم من الإرهاب. بهم الجيش والله يحميه والله ينصره بجاه النبي. كل عام وسوريا بخير، وسيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد والجيش العربي السوري اللي له الفضل بتطهير المناطق الشرقية بعد ما رجع حلب كلها وحدة، وهذا أول عيد مر علينا بسلام الحمد لله بفضل الجيش العربي السوري من بعد 6 سنين. هي أول عيد بعد 5 سنين أنا ابن الصاخور بعيد هون بعد تطهير المسلحين، ما تم ونر ولا واحد بإذن الله، إن شاء الله الأمن والأمان لكل سوريا، وبدعي أول شيء والرحمة لشهداء الجيش العربي السوري. هذا أول عيد بيمر علينا من عيده بأمان بفضل الجيش العربي السوري، ونحن منحيي قيادتنا الحكيمة ومنحيي الجيش العربي السوري اللي عادلنا الأمان واللي عادلنا الثقة ورجعنا على بيوتنا بعد 5 سنين. عم نحتفل بتحرير حلب بفضل الجيش العربي السوري، ومنحيي سيادة الرئيس المفدى والقيادة الحكيمة التي ساهمت في تحرير هذه البلاد. اليوم فرحتنا وحدة كلياتنا أهل حلب، إن شاء الله عيد الجاي إن شاء الله النصر على كل سوريا. كل الجيش العربي السوري الذي عاد على الأمن والأمانة. نعيد جيشنا العربي السوري مناسبه العيد ثاني يوم من ايام العيد، ونشكرهم ومن انه رجعوا لنا الامن والامان، ونحن عن جد مبسوطين كثير كثير. من ارض الصاخور من نوجه تحيه للجيش العربي السوري ولجمعيه شباب الصمود والتصدي اللي هلفت الحلوه والكريمه منهم، ونوجه تحيه للجيش العربي السوري اللي رجع الامن والامان لمنطقه الصاخور اللي عانت ما عانته من الارهاب على مدار 5 سنين. العيد غير أكيد غير كل العياد السابقة المضية من 5 سنين وهلأ. طبعا اليوم قبل ما نحكي عن أي شيء نشكر جمعية الصمود والتحدي وأبطالنا بالجيش العربي السوري. الفرح الذي غاب لأعوام عن منطقة الصاخور بسبب التنظيمات الإرهابية يرسم من جديد على وجوه الأهالي بالتعاون مع المجتمع الأهلي وبفضل تضحيات وانتصارات رجال الجيش العربي السوري المستمرة في حلب.
ومن حلب بننتقل للبنان مع خبرنا التالي. فقد قام بمشروع لم يسبق أحد أن قام به خطاط لبناني محمود مصطفى بعيون، استمر عامين لكتابة القرآن الكريم بخط اليد مستخدما الخط اليد الديواني الذي يندر استخدامه لصعوبته، فاعتبر هذا إنجاز وانتقع نسخة المصحف في 800 صفحة على جانب واحدة من الورقة. حسب معلوماتي يعني انا بالعالم الاسلامي كله ما حدا كتب خط القران بالخط الديواني، فما اعتبرته انجاز وتعبت كثير وارتحت كثير، بس بالنهايه مثل ما انك شايف كتبت القران صفحه صفحه، ما كتبته وش وقفل. نور، يعني مثل ما شفنا حالة إبداعية فريدة جسدت بحفظه وأيضا كتابته للقرآن الكريم، يمكن هي الحالات الإبداعية تميزنا فيها بالدول العربية بمختلف المجالات. وحالة استثنائية، دائما في عنا إبداع بالعالم العربي، لهيك لازم دائما نسلط الضوء عليه، لأنه جميع الحروب التي تقام على البلاد العربية هي لضرب هذا الفكر الإبداع والثقافة والحضارة العربية. أما هلأ نور رح نروح سوا لوين؟ فاصل 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 صغير بنرجع نكفي باقي فقراتنا. القمر والتأمل والصيام جميعها أشياء لها طاقة تؤثر على الإنسان ولها تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية وحتى الجسدية. أكيد سلمى، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والعيد، كيف من الممكن أن يستثمر الإنسان ويستمر بالاستفادة من الطاقة من هذا الشهر؟ هذا الموضوع لليوم رح تخبرنا عنه الدكتورة غالية البغدادي الأخصائية بعلوم الطاقة. يسعد صباحك. صباحك. وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير حبيبتي. يسعد صباحك غالية. يعني دائما نحن هيك بنبدأ معك نهارنا بطاقة إيجابية كبيرة، مجرد ما تعدي هيك جنبنا بالاستوديو بتبلش الطاقة هيك تنفرد. يمكن هذا الموضوع اللي لازم نحكي فيه بعد فترة العطلة والأعياد، الشخص كيف هيك بيرجع بيشحز طاقاته وبيبدأ خلينا نقول أسبوع العمل. تمام، أكيد هلأ بعد فترة من الصيام وإجا العيد وهيك، فنحن متعودين على روتين معين إذا بدك. تمام، يعني تعودنا على شيء معين برمضان وهو اللمة، الجمعة، الإلفة، المحبة، هي اللي بتصير بهذا الشهر. فنحن كيف لازم نستثمرها هي القصة؟ لازم نستثمرها بطريقة أنه نتابع شوي بعد رمضان، أكيد مو بنفس الطقوس أو بنفس الحالة، بس شوي ما نبعد كتير أو نبعد كليا عن هالقصص اللي نحن تعودنا عليها. يعني يا ريت انه بس نحدد مثلا وقت مثلا الغداء انه يكون بس انه اللمه كلها العيله مثلا تجتمع، او حتى العشاء انه العيله كلها تجتمع، يعني يضل عنا هذا الشيء الحلو. جزء من الحاله الروحانيه اللي عشناها تماما خلال يعني الشهر. هي مخزون نوعا ما بدي احاول انا استثمره. تمام. يعني ما نفقد هذا الشيء الحلو اللي كنا فيه برمضان. كل واحد بيتغدى لحاله وخلص. شايفه وهي مشكله انه خلص رمضان لا عاد في سحور لا عاد في فطور، بقى رجعنا للفوضى، رجعنا لكل حدا لحاله، كل واحد بياكل
لحاله. رجعنا لهالقصة، لا نحن لازم شوي نحافظ على هالطقوس وهيك نضل يعني نعمل ولو لمة بسيطة إن كان غدا أو عشاء يعني. خلينا كيف ممكن نحافظ على هي الطقوس أو نستمر فيها؟ يعني خلال شهر رمضان المبارك في حالة روحانية، حالة من الإيمان مع العائلة، مع التواصل مع الرب. خلينا نقول هي خلال هذا الشهر نحن يمكن نوعا ما عندنا مخزون كتير كبير، كيف فينا نستثمره، كيف فينا نستمر خصوصا يمكن مع الجو الحرارة مرتفعة بالصيف، الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، في طاقات سلبية فعلا بتفرض حالها عليك إن كان بالعمل ولا بالطريق ولا بالبيت، فكيف فينا نوعا ما نحاول نستمر بهيدي الطاقة؟ تمام. هلا اكيد بالشوب كثير، هلا هي ما بدنا ننسى يعني لازم نحكي عنها من خصوصا لانه درجات الحراره مرتفعه عن المعدل 6-7 درجات، يعني في موجه حر بلشت من امبارح فالناس اكيد فنحن لازم نحكي هاي القصه بالذات، انه نحن بس ترتفع الطاقه جدا او بس ترتفع الشوب كثير بتصير الطاقه جدا عاليه فبتاثر علينا، بصير نحن بتعطينا مفعول عكسي، يعني بصير عندك تعب حتى بخمول كمان. تماما، يعني حتى اي شيء بامور الطاقه لازم ما تشتغلي فيها ابدا، لانه بلش الطاقات تتغير حتى بالكون كونيا بتتغير الطاقة، فما لازم نشتغل شيء يعني لا تأملات لا أساس بالطاقة نهائي ولا حتى جذب ولا حتى شيء، منوقف تماما لأن بتعمل لنا خربطة كتيرة بالكون. شو البدائل طيب بتصير؟ هلأ عندنا بدائل أنه نحن نعوض هذا الشيء بالهدوء، يعني نكون هادين قد ما فينا، يعني قد ما فينا نحاول نعمل الشغلات اللي شوي تبعدنا عن العصبية، إن يعني ضبط أعصاب كنترول تماما، حتى أنه الدوش مي باردة نعمل كل شوي مي باردة لأنه بتنزل من هاي الطاقة الفايرة، يعني نحن شوب والطاقة والكون بيكون في خربطة كونية فبتحسي حالك عم بتفوري وتغلي وهيك وعصبية مالك متحملة كلمة. هلأ هذا الشيء نفسه بيصير هل هذا الشيء نفسه بيصير بالشتاء على فكره كمان، وقت يكون برد كتير كمان بيصير في خربطه بالطاقه الكونيه، ما فيك حتى نحن كمعالجين بالطاقه ما فيك حتى تعالجي بالطاقه لان بيكون في خربطه، ما فيك تعملي تاملات، ما فيك تعملي قانون جذب، ما فيك تعملي شيء. خصوصا احنا البلاد العربيه بلاد عاطفيه، يعني الناس عاطفيين فبتلاقي فعلا تغير الفصول بيلعب دور بحياتنا، فقديش فعلا نحن قادرين نعمل ضبط او كنترول. يعني مثل ما قلتي مثلا الحراره ايه بتاثر، يعني بتاثر عليك عاطفيا يعني إن كان في برد بتأثر، لأنه نحن محكومين بالعواطف نوعاً. يعني حتى أثبت هذا الشيء علمياً، يعني عادة الأطباء بيقولوا إنه خلال فصل الخريف بيكون في اكتئاب الخريف، صح. خلال فصل كذا، يعني هذا كله أساساً مدروس علمياً إنه الإنسان طبعاً بيتأثر بالطبيعة المحيطة فيه. أكيد طبعاً نتأثر نحن بكل شيء محيط فينا، يعني فلازم ننتبه من هالقصة خصوصي بهذا الجو. هلا قد ما فينا نبعد عن الشغلات اللي بتعطينا عصبية، شرب المي كتير مهم، إنه نشرب كتير مي، يعني نتناول أكواب من الماء تكون شوي باردة حتى شوي نعمل توازن داخلي بيننا وبين حالنا، يعني هذا شيء كتير مهم. نبعد عن الأكلات الدسمة، نبعد عن الأكلات المالحة، نبعد عن الشغلات اللي بتعطيكي حتى بتعطيكي طاقة قوية، يعني مثل مشاريب الطاقة أو هالقصص كمان نبعد عنها. الكولا وهالقصص كمان لازم نبعد عنها لأنه فيها كميات من السكر كتير قوية، فكمان نفس الشيء كمان بتضر، يعني بدنا نضل هالفترة بالذات شرب مي كتير، أكل خضرة كتير، فواكه كتير، نركز على هالقصة حتى نحافظ على معدل الطاقة بجسمنا. خربطة كتير تصير لأنه هلأ حتى بهذا الطقس كتير بيصير في أمراض، يعني بيصير في التهابات أمعاء، بيصير في قريب، بيصير عنا كتير قصص بتكوني أنت مالك عاملة حسابها يعني فبتصير معنا، فلازم ننتبه حتى لأكلنا. يعني حتى في ناس هلأ كتير عم بيتجهولك للمسابح مثلا، بتقلك شوب كتير نطلع على المسبح، هلأ هو منه غلط بس أنه بهذا الوقت بالذات وقت بيكون كتير شوب ودرجة الحرارة أو الشمس كتير قوية نفس الشيء كمان حضرنا، يعني حنصل يعني تجنب الحرارة هون لا تمام عم تزيد يعني. تماما يعني انت عم تفقدي بهالحرب بالذات عم تفقدي شيء من المي اللي مخزنة بجسمك، فما بالك انت حتى عم بتعرضي جسمك لهي الطاقة او لطاقة الشمس القوية جدا، عم تعملي يعني المي اللي داخل جسمك عم تنفرز لبرا، ونفس الشيء الجلد عم تحرقيه انت عم تعرضيه للشمس القوية، فانت ضريتي كتير جسمك فحتى لازم ننتبه من هالقصة بالذات. طيب غالية هل بتنصحي يمكن جلسات التأمل او شيء اللي كان بيعملها الشخص الأوقات
الساعات الطبيعية بفترة الصباح أو هي إنها تنتقل لفترة المساء يمكن بس تهدى الشمس، هل هي مفيدة إنه الشخص يعمل هي الجلسات أو يقعد شوي مثل ما كنت تقولي إنه عدوا مكان فيه طبيعة، تفرجوا على السماء، ريحوا بصركم، شوفوا الخضار، شوفوا لون السماء بحد ذاته، هل تنصحي بهذا الشيء إنه يصير مساء بعد ما تخف درجات الحرارة؟ هلا أكيد بنصح بهذا الشيء المساء، بس بدي يكون مكان مفتوح. يعني قبل كنت أقول عدوا شوي لحالكم بغرفتكم عملوا تأمل أو شيء، لا أنا هلا أفضل إنه يكون مكان مفتوح، إن كان برندا، بلكون أو شباك أو أي شيء، إنه نقعد شوي ناخد نفس ونبلش بقى إنه نجمع شوي من الطاقة اللي نحنا فقدناها طول النهار. طيب كيف فينا نحافظ على طاقتنا ونستثمرها بطريقة صحيحة ما نفقدها بشكل كتير كبير؟ يعني نحافظ يكون في مخزون داخلي نحافظ عليه، يعني مثل ما قلتي الظروف يمكن الحياتية أو ظروف الجو بتلعب دور، بس كمان يمكن التصرف الخاطئ هو للشخص نوعا ما بيخلي هاي الطاقة يتم هدرها بطريقة غير صحيحة فينا. تمام، هلأ نحن بنهدرها بطريقة غير صحيحة لما نحن بنبذل أكثر من جهدنا، يعني بموضوع مثلا إذا أنت عم تحاولي تناقشي اي شخص مثلا عم تحسي انه النقاش معه عقيم تماما، يعني انت عم تحكي من هون هو عم بيحكي من هون، وانت خلص صار عندك اصرار انه لا انا بدي اقنع بوجهه نظري. طب ليش؟ يعني هذا كله صار عندك استنزاف للطاقه. يعني انت مثلا لما بدك تفوتي باي موضوع لقيتي الشخص ما عم بيفهم عليكي بسكر على الموضوع وخالصه القصه. بس غالبا نحن فعلا بنعطي مجهود اضافي، يعني انت قلتي جمله انه لازم ما يكون عندنا مجهود اضافي، جميع الناس غالبا بيكون في عندها مجهود اضافي، يعني في نوعا ما تكبر على الحاله النفسيه او تكبر على طبيعه الجسد، يعني نحن بنبذل مجهود مضاعف عن المجهود اللي لازم نبذله. تماما، بشكل هلا شيء طبيعي. هلا نحن بما انه شباب وهلا نحن عم نعمل شيء معين بالحياه، يعني نحن عم نثبت وجودنا او عنا كلياتنا عنا امال وعنا طموحات معينه حابين نصل لها، فشيء طبيعي انه نحن كشباب هلا نبذل جهد مضاعف حتى نصل للشيء اللي بدنا اياه، بس مو بهالاوقات هي الغلط اللي نحن الطاقه فيها مكركبه وانا بقى بدي ابذل طاقه زياده عن اللزوم حتى اثبت ذاتي. اكيد لا، بنقي الوقت المناسب او بشوف الاوقات اللي بيكون الجو معتدل في راحه نفسيه لاقدر انا اعمل هذا الشيء. اما انا مثلا مثل اليوم هو شوب وكثير تعب والطاقات كثير صعبه بنزل على السوق، هي غلط مثلا. تماما، او مثلا بعمل مشكل مع حدا مثلا وبصير بقى بدي ابذل كل طاقتي وعصب وعيط حتى شو انه انا بدي يعني اعمل مشكله او بدي حل مشكله او ليش، يعني لا انا قد ما فيني ببعد عن التعصيب، ببعد عن اي شيء بيعمل لي استفزاز اذا بدك. يعني في شغلات انت بتحسي حالك انت بتتضايقي منها فانت بتتجنبيها بتبعدي عنها، ما بالضرورة أني أنا أعملها بهذا الوقت بالذات. يمكن حتى أشخاص أنت إذا اجتمعتي معهم بيعملوا لك نوع من بتحسي حالك أنت عصبتي. هلأ في كتير ناس بتقولي مجرد أنا ما شفتهم عصبت، فأنا بحاول بعيد قدر المستطاع عن هاد أي شيء أو أي قصة بتعمل لي كركبة أو بتعمل لي تعصيب، لأنه مو وقت عن جد مو وقت. طيب غالية، عادة في ناس بتقلك هاي الجملة اللي كتير بنسمعها أنه أنا ما بدي أعصب بس التعصيب عم يجي لعندي، أنا ما بدي أتضايق أو أتوتر بس في شغلات عم تصير عم تخليني اتضايق او اتوتر. بهي الحالات اللي هو بيصير في معنى يمكن بالوضع الطبيعي شغلات طارئه مثل ما بيقول، دائما اي شيء طارئ هو بيخلي الانسان يتحفز نفسيا يتوتر لانه رح يستغرب هذا الشيء. تمام، كيف انا فيني اتصرف مع هذا الموضوع؟ هلا اكيد مثل ما قلتي بنكون نحن قاعدين بتقولي انا بعيده عن المشاكل اجت المشاكل عندي. تمام، هلا في حال انت كنتي مثلا واقفه واجا اي حدا مثلا عم بيحكي لك موضوع وصار مثل تعصيب او صارت مثل مشكله، انت شو بتعملي؟ فورا غيري وضعيتك لحتى تكسري هي الطاقة السلبية اللي اجتك. يعني إذا كنتي واقفة فورا عدي، إذا كنتي قاعدة فورا وقفي، أنت أي موضوع بيجيك بتحسي حالك فورا بتعصبي بتشدي على إيدك إنه معقول هيك أو أنت فورا غيري الوضعية اللي أنت فيها. يعني كنتي شادة على إيدك فردي إيدك، هي شغلة كتير مهمة إن أنت اعملي أي شيء غير الوضعية معاكس اللي أنت عملتي. تماما، حتى هذا الشيء بيكسر من الطاقة أو بيكسر من التعصيب اللي إجاكي. الشيء الثاني المي كتير منيحة، يعني أنت أي موضوع بتحسي حالك عن جد عصبتي روحي ولو بس غسل ايديكي بالماء، يعني مي باردة اكيد، يعني غسل ايديكي بالماء، يعني مو بس كفوف ايديك، يعني اذا فيكي ترفعي لهون مثلا تمام، او حتى فيكي تغسلي وشك تبلي شعرك. هاي شغله كمان كثير منيحه، كمان بتنزل فورا من الطاقه او من الشيء السلبي يعني اللي اجاكي. يعني المي سواء شربناها او حتى غسلنا وشنا يمكن هي افضل
دواء لتهداية ال أكيد الأعصاب. أكيد يعني المي فورا بتسحب الطاقة، لأن أنت لما بتجيكي أي موجة تعصيب هي شو عبارة عن مثل نار بتحسي أو ارتفاع بدرجة حرارة جسمنا إذا بدك، فأنت لما فورا بتطفي بالمي، المي كتير منيحة بتنزل فورا من هي الطاقة يلي إجتك يعني، والمي نور بعد الحلقة فورا أنا فبتحسي إنه فورا بتهدي يعني، بتحسي صار عندك شيء من الهدوء يعني. ليش هلا بيقولوا لك الوضوء قبل مثلا كل صلاة كمان بشان هذا الشيء، عن جد بينزل من الطاقة السلبية اللي انت حتى عم تاخديها من محيطك يعني. هو اساسا خلقنا الانسان من مي وطين فهي تكوين. خلينا نحكي معك، يمكن هذا الكلام كتير جميل بس قديش فعلا الناس بتقدر تطبقه؟ يعني نحن عم نلاحظ بالفترة الاخيرة بسبب ظروف الحياة الصعبة والمعيشة الكل معصب، يعني انا بقول لهم انه بحاول قد ما فيني نعمل كنترول، يعني انت بالمقابل لازم يكون في عندك كنترول، بيسمعوا هذا الكلام بيقولوا كتير حلو بس قديش فعليا انا قدران طبقه؟ يعني قديش فعليا انا يمكن القناعه فيه نوعا ما، او اذا انا صدقته فيني طبقه، بس بتلاقي العالم بتقول لك هذا الكلام صحيح بس لا بترجع بتعيش حياتها مثل ما هي عم تعيشها وما بتغير شيء. يعني مثلا في عالم طبيعتهم بتقول لهم صباح الخير حتى بيقول لك صباح النور هو معصب النور قسم كبير من الناس. نحن بنقول انه في ظروف حياتيه صعبه بس قديش هي التفاصيل بتاثر على نفسنا، يعني الظروف الحياتيه صعبه بس انا ما بزيد على حالي. تمام. هلا ما حدا عم يبلش المشكله، يعني كلياتنا بنسمع وبنحكي بالموضوع بس ما حدا ببلش. لو كل شخص ببلش بس بيقدم خطوه لقدام يعمل شيء حيلاقي شيء عن جد، او حيلاقي شيء بحياته بلش يتغير، يعني حيلاقي حياته تغيرت للافضل. بس نحن المشكله انه كلياتنا بنسمع بس ما بننفذ، انه ان شاء الله بدي اعمل، ان شاء الله بدي اسوي بس ما بعمل شيء. هلا اي شخص ببلش حيلاقي في تغيير، انه والله انا، او يقعد يفكر بس انه انا والله وقت عملت حسيت صار في تغيير، حسيت انه في شيء احسن. بعدين هي شغله تدريب، يعني نحن ما بدنا نحكي انه هي شغله ما لها بالهين، يعني شخص متعود فورا يعصب او فورا يعيط او فورا تماما، يعني ما شغله هينه انه يقدر فورا ينقلب على الوش الثاني انه يصير كثير هدوء ويصير كثير هيك، اكيد ما بيمشي الحال. هي شغله التدريب، بده يبلش خطوه خطوه، يعني اول مره يحاول مثلا يعد للخمسه انه انا لا بدي اضبط حالي، ثاني مره للعشره، ثاني مره للعشرين، هيك حتى يصل لشيء معين. وانا بتمنى من كل شخص فورا هيك عصبي واندفاع يعني مندفع على طول بالهذا بالحياه، انه بس يوقف على المرايه ويشوف وشه، تعابير وشه كيف بتصير هو معصب وهو عم بيضحك ومبتسم، كيف بتصير وشه ما بتلاقي غير روق. اكيد غاليه دائما نحن عنا تفاصيل تانية كمان رح نناقشها بحلقات تانية ونحكي اكثر عن الطاقه وتاثيرها بحياتنا. بدنا نشكر وجودك معنا اليوم، شكرا كثير لك حبيبتي. تسلم دكتوره غاليه البغدادي، شكرا لوجودك معنا، واهم النصائح هي ضبط النفس يمكن والقناعه. أكيد. القناعه كنز لا يفنى، شكرا كثير لك حبيبتي. تسلمي. اما هلا نور لوين رح اروح؟ هروح لمحافظة طرطوس ونشوف كيف كانت أجواء الأعياد وبعض المعايدات اللي رصدتها كاميرا الإخبارية برفقة مراسلنا محمد حسن. تعيش محافظة طرطوس أجواء عيد الفطر المبارك بكل تفاصيله كباقي المحافظات السورية، ويتميز هذا العيد عن غيره من السنوات بالأمن والأمان بفضل الانتصارات التي حققها ويحققها أبطال الجيش العربي السوري. من أحلى ما يكون، بألف خير من الله، بس ترجع البلد بخير وسلامة، هذه أهم شيء. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وسوريا بألف خير، ينعاد عليكم على الوطن على الرئيس. أجواء العيد بتجنن هون وكثير حلوة والناس مبسوطة كثير، مبسوطين كثير الحمد لله. نحن جاي من حمص، رواق، أحلى من هيك ما في، كثير حلو والجو كثير حلو، كله حلو تمام والجو تمام كله حلو. بتجنن بتجنن، الله يديم المحبة ويديم الفرح ويديم السعادة على هالبلد وقائد البلد. شايف العالم كيف مبسوطة وفرحانة بالعيد، إن شاء الله بيرجع الأمن والأمان لسوريا يا رب. كل عام وقائد الوطن بخير. بجنن حلو كثير، ونتمنى كل مرة نجي هيك ننبسط هون وتعم الأجواء بسوريا ويكون في خير. كل عام وأنت بخير. أمنيات أبناء محافظة طرطوس في هذا العيد أن يعم الأمن والأمان على كامل ربوع الوطن، وأن يكون هذا العيد عيد خير وبركة وخلاص سوريا من الإرهاب على أيدي حراس الحياة أبطال الجيش العربي السوري.
أما هلا مشاهدينا فرح ننتقل سوا لغرفة الأخبار لنطلع على آخر المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلي بهاء خير. يسعد صباحك يا بهاء، وكل سنة وأنت سالم. كل سنة وأنت سالمة يا سلمى. موجز الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أحكمت وحدات من الجيش والقوات المسلحة سيطرتها على عدد من النقاط شرق منطقة إضلاعيات في عمق البادية بريف حمص الشرقي، وذلك بعد أن كبدت إرهابي داعش خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. وفي ريف حمص الشرقي أحكمت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة سيطرتها على عدد من النقاط شرق منطقة إضلاعيات بأربعة كيلومترات، وذلك في عمق البادية بعد أن كبدت إرهابي داعش خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. وصف الكرملين التهديدات التي توجهها واشنطن إلى سوريا على خلفية ملف الأسلحة الكيميائية بأنها مرفوضة، ونفى علمه بأي خطر وشيك لوقوع هجوم كيميائي جديد في سوريا. وقال ديمتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي: لا نعرف ما هو أساس المزاعم الأمريكية حول تدبير هجوم كيميائي جديد في سوريا، ومن غير المقبول إطلاق واشنطن التهديدات. أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن هناك جهودا جدية لتطبيق اتفاق مناطق تخفيف التوتر في سوريا، والتي ستتم متابعتها خلال اجتماع أستانا المقبل. وقال دي ميستورا أن الأمم المتحدة تنشط في عقد اجتماعات تقنية وفنية وتعمل على دعم جهود الدول الضامنة لاجتماعات أستانا بشأن مناطق تخفيف التوتر، كما تجري مشاورات موسعة مع موسكو والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى تمهيدا للجولة المقبلة من محادثات جنيف. أعلن الإعلام الحربي العراقي تحرير 50% من المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل. ونقل موقع السومرية نيوز عن الإعلام الحربي قوله في بيان إن القوات الأمنية من جهاز مكافحة الأرهاب والفرقة 16 وقوات الشرطة الاتحادية تخوض عمليات تحرير الموصل القديمة، وإنها حققت تحرير 50% من مساحة المدينة القديمة. قتل 8 يمنيين في غارات جديدة شنها طيران النظام السعودي على مديرية ذباب بمحافظة تعز. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر بالمحافظة قوله إن طيران العدوان السعودي استهدف بغارتين منزل مواطن يمني في منطقة الحنيشية بمديرية ذباب، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 2 آخرين بجروح. نهاية الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا لك بهاء، وأكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير. وصلنا لمحطتنا الأخيرة. محطتنا الأخيرة سلمى بتهم كتار، فلأن الأطفال هم عماد الغد، وبناء الغد لا يكون فقط بالعلم وإنما بتعزيز الجانب الثقافي والمعرفي لديهم. وانطلاقا من أهمية هذا الجانب، توجهت وزارة الثقافة إلى الطفل بإقامة تظاهرة مسرح الطفل خلال أيام عيد الفطر المبارك. للإضاءة أكثر على هي التظاهرة معنا المخرج خشناف زازا. يسعد صباح صباح النور، وكل عام وانت بخير. وانت بخير، وكل عام وانت بخير. يسعد صباحك استاذ خشناف، وانت بخير يا رب. خلينا بالبدايه نحكي يمكن عن اهميه التوجه للطفل، واهميه استخدام المسرح كوسيله لايصال الرسائل للطفل. بصراحه المسرح هو اهم نقطه كنشاط وكتعليم من للطفل. المسرح كتير ضروري يكون موجود ضمن جو الأطفال، سواء كان بهدف تعليمي أو بهدف ترفيهي. أي معلومة يفضل إنه توصل عن طريق المسرح كنشاط أو كترفيه، بالإضافة لبعد المدرسة. المسرح كتير مهم، الطفل بيكون مندمج أكثر، بيكون قريب للمسرح أكثر، وبيتقبل المعلومة من خلال المسرح أكثر من أي جهة أخرى. حتى أحيانا بالمدرسة بيلجأوا بعض الأساتذة لإيصال، أو بالبيت بيلجأوا لإيصال معلومة
عن طريق المسرح أو الدمى بشكل خاص. طيب خلينا نحكي معك عن التظاهرة بأيام عيد الفطر المبارك، كيف كانت التظاهرة؟ ويمكن الوقت جدا صحيح لما أنا نستغل هيدا الوقت بجانب إيجابي، خصوصا الأطفال بيحتفلوا بالعيد، فأنا استثمرها بجانب كمان ثقافي. هلا بداية شكرا لوزارة الثقافة، مديرية مساح وموسيقى، يعني الأستاذ عماد جلول مدير مسارح، يعني قام بهاي الفعالية وعلى مستوى دمشق، مع أنه أنا برأيي كانت كتير فقيرة نوعا ما. كان يفضل تكون التظاهرة أكبر بعروض أكثر وانتشار أكثر، سواء على دمشق أو المحافظات كلها ضمن العيد، لأنه الطفل بعد وخاصة بهاي الظروف وبعد المدرسة بعد انتهاء المدارس ضروري يعيش حالة من الفرح، ضروري نحسس الطفل بأنه هو بجو عيد. هذا الشيء كتير مهم بالنسبة للطفل. التظاهرة كانت قائمة على مجموعة عروض سواء بحديقة تشرين أو بالقباني أو بمسرح العرائس، كتير كانت مهمة بالعروض اللي قدمت للأطفال. طبعا كان في كتير إقبال حلو، يفضل لو كانت أوسع لسعة بشكل أكثر. طيب أستاذ خشناف، حضرتك أيضا أخرجت مسرحية مزرعة الأصدقاء، خلينا نحكي عن هذا العمل. مزرعة الأصدقاء عرض مسرح دمى، العمل يقوم على فكرة التوازن البيئي، كيف أنه نحن ما فينا نستغني عن أي شيء موجود بالبيئة، نستفاد من كل شيء موجود بالبيئة. تعتمد الحكاية على موضوع الصيصان، كيف الصيصان تغادر المزرعة، فكل عناصر المزرعة بالحب والتعاون بيعملوا اجتماعات كيف ليرجعوا الصيصان للمزرعة على وطنهم. الكل بيتعاون، الكل بيساعد ليعرف وين راحوا الصيصان، مين أخذ الصيصان، كيف فقدوهم. بالنهاية بيصلوا لاعتقاد أنه البوم هو اللي خطف الصيصان، فبيجي البوم بالليل بيلقوا القبض عليه، البوم بيعترف أنه مو هو اللي خطف الصيصان، وهو مستعد انه يتعاون مع المزرعة ويكون صديق للمزرعة بالبحث عن الصيصان ومنع اي عدو يدخل المزرعة. طبعا لما مسكوا لما تم القاء القبض على البوم صارت الفئران تفوت على المزرعة وتأكل المزروعات. وهون موضوع التوازن البيئي، الفكرة التوازن البيئي بتلعب دور انه نحن ما فينا نستغني عن البوم لانه هو بياكل الفئران، وبنفس الوقت نستفاد منه انه يبحث عن الصيصان، فبيتعاون البوم معهم وبالنهاية بيوجدوا الصيصان وبترجع الصيصان للمزرعة وبتعيش المزرعة بأمان. كانت كاميرا الإخبارية السورية متواجدة في المسرحية برفقة زميلتنا ميسان حمدان. خلينا مع حضرتك ومع المشاهدين نتابع أجواء المسرحية ونرجع بنتابع حديثنا. نعم، يعني مثل ما رح نتابع هلا حاليا المشاهد ونرجع نكفي حديثنا، خلينا نشوف سوا. بالنسبة لمسرح الأطفال، يعني هو مسرح كتير غني جدا وممكن يقدم المتعة ويقدم الفائدة، وبالمقابل يعني بالنسبة لأنه يكون في عروض مسرحية للأطفال كمان بالعيد، مسألة كتير بتبعث على البهجة والفرح. هلا مسرحيتنا هي اسمها بتحكي عن الصداقة، عن الحميمية، عن الارتباط العام بشكل عام مع الأشخاص، يعني إنه ما بتحدد النوعية، هي بين دجاجة والديك أو بين الإنسان الطبيعي. هلا مسرح العرائس هو من السهل الممتنع، هو كتير صعب وكتير سهل،
كتير صعب لأنه في كتير حركة ممثل تحت الدمية لازم يظهرها بكل مشاعره وجوارحه لحتى يقدر يوصلها للدمية والدمية ترجع توصل للطفل. والسهل أنه هذا الشيء يتقبله الطفل أنه يحبه أكتر. يعني هلأ الدمية هي صديقة الطفل، الطفل لما بشوف دمية عم تتحرك أو عم تحكي فهذا الشيء كتير بيشده، بقول ما معقول هاي الدمية عم تحكي، هو ممكن يرجع على البيت يحاكي دميته مثل ما بيشوف هون. اصبر أيها الديك، سأفكر أنا وسمعان كيف نعيد الخصام. الأهم أن نجد حالا نعيد الأمان والسلام للمزرعة. عندما نفكر بشكل صحيح سنعيد الخصام. اسمعوا، سندعو أسرة الحقل للاجتماع والاتفاق. وعلى ماذا سنتفق؟ يعني مثل ما تابعنا أستاذ خوشناف ويمكن حكينا حتى قبل ما نشوف المشاهد عن الرسائل اللي ممكن نوجهها للأطفال بشكل عام من خلال المسرح، اليوم قد ايه عم تشوف في أهمية لهي الرسائل وخصوصا لهي الأطفال بهالمرحلة العمرية وبظل الحرب اللي عم نتعرض لها انه نستخدم فعلا رسائل يمكن تروح شوي من هاي الآثار السلبية اللي عم تلقيها الحرب على الأطفال؟ اسمحي لي اقول لك الموضوع الدعم النفسي كتير مهم بهذا الوضع وخاصة للطفل. الطفل هو بريء عن كل ما يحدث من حوله، هو بريء فهو داخل الموضوع ونحن لازم نساعده بهذا الشيء. موضوع الدعم النفسي عن طريق الفن كتير مهم انه يخضع له الطفل خصوصا من خلال المسرح، لانه نحن عم نحاول يعني نعطي مساحة للمسرح خصوصا مسرح الطفل. الاهتمام اللي كان سابقا بمسرح الطفل، يعني سابقا لما كنا بالمدرسة كان مسرح الطفل بالمدارس له أولوية إن كان من خلال الشبيبة أو من خلال طلائع البعث. اليوم هيدا الاهتمام نوعا ما عم نفقده، عم نحس فيه مش الاهتمام السابق، ويمكن يعود كمان للدعم المعنوي إن كان ولا المادي ولا النفسي لجميع اللي بيشتغلوا بمسرح الطفل أو بالمسرح بشكل عام. هلا بصراحة أنا بتذكر لما كنا أطفال كان في اهتمام أكثر، وكنا نشوف فنانين معروفين جدا ونجوم كان عم يمثلوا بمسرح الطفل. الآن نحن نفتقد لهذا الشيء، نفتقد للنجوم اللي هي نجوم بالدراما أو بالتلفزيون السوري تكون موجودة بالمسرح. هذا الشيء من ناحية، من ناحية ثانية كثير المسرح الطفل هو خاصة يحتاج إلى كثير إنتاج، إلى مبالغ إنتاجية. أنا معك يعني الوضع بيأثر نوعا ما، ولكن الطفل لازم يكون في له اهتمام خاص مسرحيا. هاي رسالة لمين بتوجهها؟ لمين؟ هاي رسالة للمعنيين بموضوع طفل بمسرح الطفل والجهات الأخرى، يعني مو شرط بس وزارة الثقافة، كتير جهات، وزارة السياحة، وزارة التربية، جميع الجهات. أيوة وزارة التربية، وزارة السياحة، كتير وزارات معنية إنه حتى يمكن كمان الفنانين أو الكتاب أو المخرجين كمان على عاتقهم جزء من هالمسؤولية. يعني أنا بتذكر بالطفولة الله يرحمه الفنان نضال سيجري كان يحرص كل عام تقريبا أو كل عامين يكون عنده مسرح طفل خلال فترة الأعياد كنا نروح نحضره. يعني أنا بتذكر أستاذ نضال حفظته أول ما حفظته بمسرح الطفل بشخصيات قريبة للقلب. كمان الفنانين والمخرجين اليوم كمان هن بحاجة لنرجع يمكن يهتموا بالطفولة ويكتبوا للطفولة. مسرح الطفل أنا برأيي يحتاج إلى كتابة خاصة، إلى إخراج أو إنتاج مسرحي خاص، ويحتاج إلى فنان خاص، فنان يتمتع بروح الفكاهة كيف ليوصل المعلومة للطفل بشكل مشوق وترفيهي وممتع كوميدي، ويحتاج إلى إنتاج الطفل بيتمتع بالألوان البصرية. بالموضوع البصر كتير مهم، موضوع الموسيقى، موضوع الأغاني، الأشكال الموجودة على المسرح هذا كتير مهم للطفل. هذا بده إنتاج كتير قوي ليتم هذا الشيء. وحتى موضوع الكتابة للأطفال، حتى يعني نحن نفتقد لهذا، حتى لموضوع الكتابة بهاي الظروف نحن نحتاج لكتاب يكتبوا لطفل 2017 كل النصوص اللي هلا نحن عم نحاول نشتغلها
يعني مكتوبة لطفل بال 1900 ويمكن هي رسالة عم نحاول من خلال شاشة الإخبارية السورية ومن خلال حضرتك إن شاء الله تكون وصلت الاهتمام بمسرح الطفل جميع الجهات المعنية يكون في تكاتف وتشبيك للعناية أكثر بمسرح الطفل. نشكرك على وجودك معنا. الوقت خلص. يمكن الحديث عن الأطفال وأهميتهم وقديش لازم نعتني فيهم ندعمهم معنويا ونفسيا ما بيخلص، بس عم نحاول من خلال برنامج صباحنا غير نعطي مساحة لجميع المعنيين لتسليط الضوء على هيدا الموضوع. بدنا نشكرك على وجودك معنا. المخرج المسرحي خوشناف البازار، حاب اقول شغله حتى شكرا. اعلاميا يا ريت تعطونا مجال اكثر لمسرح الطفل. اكيد ستكون ضيفنا لكم. بالحلقات شكرا القادمه اكيد. ونحن دائما نحرص انه نغطي مثل هيك مسرحيات او حتى المسرح بشكل عام باعتبار هو متنفس ونلقي الضوء مثل حضرتك ومع مخرجين اخرين. شكرا لك ولنا لقاء قريبا. شكرا للتغطية الاعلامية. شكرا لك. اكيد نور حلقتنا اليوم وصلت لنهايتها ونحن رح نبقى على الموعد كل يوم الصبح الساعة 9. فابقوا معنا لكل يلي بيحب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات. أكيد ابقوا بشاشة برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تخطيطها المستمرة على مدار اليوم. وتحيتنا بالختام لحراس وصناع الأمان أبطال الجيش العربي السوري. تبقوا بخير. نهارك سعيد نور. نهارك سعيد سلمى. وأكيد لكل اللي حابب يشاركنا أو يسلط الضوء على موضوع بهمه ممكن يراسلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. بالختام حاولنا خلال ساعة وثلث ساعة وربع نحاول نسلط الضوء على مواضيع بتهمكم، نحاول من خلالها نقدم الفائدة. أكيد تحيتنا كمان بالختام دائما ما بننساها لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري. بكم النصر يولد من جديد مع كل بذوق فجر. إلى اللقاء. باي باي.